تركت بصمتها في عالم براءة الاختراع في المملكة، وحفرت اسمها من الذهب في جدار النساء المميزات، وأصبحت تنافس عالمياً. إنها البروفيسورة هبة الدوسري التي كشفت عن اختراع طبي جديد لعلاج الزهايمر في المجالات العلمية. قدمت الباحثة مع فريقها براءة اختراع لصيغة صيدلانية توصل العقاقير للدماغ بشكل أسرع ومضاعفات جانبية أقل، كما أوصت باستخدامها لعلاج الزهايمر، حتى تم إدراج اسمها ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء على مستوى العالم. كشفت الدوسري أن الاختراع هو عبارة عن عقار موجود في السوق لعلاج الزهايمر على شكل أقراص يتم تناولها عن طريق الفم. وأضافت الباحثة السعودية أنها قامت بمساعدة الفريق البحثي بتطوير العقار في صورة مستحلب من خلال استخدام تقنية النانو، وتم استخدام العديد من التقنيات فيه لتحسين وصوله إلى الدماغ ليصل بشكل أسرع ومضاعفات جانبية أقل. كما حددت الدوسري إلى أنه تم تصنيعه في المعامل البحثية بجامعة الملك عبد العزيز بكلية الصيدلة، وتم الحصول على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، ويبقى تطبيقه إكلينيكياً وينتقل إلى مرحلة التصنيع. وأشارت إلى أنه تم الحصول على براءة الاختراع في فبراير 2022، ونتمنى عقد شراكات مع القطاع الصناعي لتبني مثل هذه البراءات الفكرية. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.